السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا اللي بغيت نقول لكم ولينا كنديروا مجموعه ديال الدروس متعلقه بالتدريب على المحادثه باللغه الفرنسيه، يعني كتدربوا باش نتكلموا بهذه اللغه بطلاقه وبساطه. كل فيديو غادي تجيو للاسفل ديالو كتلقاو جميع الفيديوهات، كنحط لكم هنا الرابط ديال جميع الفيديوهات، وهنا كاين الرابط ديال الجروب ديالنا على الفيسبوك اللي سميتو تدريب على المحادثة باللغة الفرنسية. للتذكير فقط، هاد الشيء راه جديد وكاينين بزاف ديال الدروس اللي غنديروهم في القناة ديالنا، وخاص قلب في اليوتيوب والجوجل راه ما غاديش تلقى بتاتا هاد الشيء اللي كنديرو في فيديوهات، يعني هاد المحتوى اللي هو اصلي وخاص بالقناة ديالنا. ان شاء الله في هاد الفيديو غادي نشوفو الدرس الرابع، الملابس الالوان. لدي معطف، جي ان مونطون. لدي معطف، جي ان مونطون. لديكم معاطف، وزافي دي مونطون. لديكم معاطف، وزافي دي مونطون. عندها قبعة، إلا ان شابو. عندها قبعة، إلا ان شابو. عندهن قبعات، إلون دي شابو. عندهن قبعات، إلون دي شابو. يوجد في غرفة الوالدين صندوقان كبيران. Dans la chambre des parents, il y a de grandes malles. يوجد في غرفة الوالدين صندوقان كبيران. Dans la chambre des parents, il y a de grandes malles. تضع السيدة في أحدهما ثياب زوجها وولدها. Dans l'île, la dame place les vêtements de son mari et de son fils. تضع السيدة في أحدهما ثياب زوجها وولدها. Dans l'île, la dame place les vêtements de son mari et de son fils. تضع في الصندوق الآخر ثيابها وثياب ابنتها. Dans l'autre malle, elle met ses vêtements et les habits dans sa fille. تضع في الصندوق الآخر ثيابها وثياب ابنتها. Dans l'autre malle, elle met ses vêtements et les habits dans sa fille. ثياب الرجل هي المعطف والسترة والسروال والبيجاما والقميص. Les vêtements de l'homme sont le paradessus, le veston, les pantalons, le pyjama, la chemise. ثياب الرجل هي المعطف والسترة والسروال والبيجاما والقميص. Les vêtements de l'homme sont le paradessus, le veston, les pantalons, le pyjama, la chemise. ثياب المرأة هي رداء الشتاء والكومبينازون وفستان المساء تنورة أو بالدرجة المغربية الساعية والبلوزة. Les vêtements de la femme sont le manteau d'hiver, la combinaison, la robe de soir, la jupe, la blouse. ثياب المرأة هي رداء الشتاء والكومبيناسيون وفستان المساء والنورة والبلوزة. Les vêtements de la femme sont le manteau d'hiver, la combinaison, la robe de soir, la jupe, la blouse. معطف سليم أسود اللون. La part de si de Salim est noir. معطف سليم أسود اللون. La part de si de Salim est noir. سراويل سمير رمادية اللون. Les pantalons de Samir sont gris. سراويل سمير رمادية اللون. Les pantalons de Samir sont gris. بيجامة جميل صفراء اللون. Le pyjama de Jamil est jaune. بيجامة جميل صفراء اللون. Le pyjama de Jamil est jaune. هذا القميص أبيض اللون. Cette chemise est blanche. هذا القميص أبيض اللون. Cette chemise est blanche. فستان سميرة أحمر اللون. La robe de Samira est rouge. فستان سميرة أحمر اللون. La robe de Samira est rouge. بلوزة مريم خضراء اللون. لكن فستان السهرة الذي يخصها لونه وردي. La blouse de Marie est verte. Mais sa robe de soir est rose. بلوزة مريم خضراء اللون. لكن فستان السهرة الذي يخصها لونه زهر أو لونه وردي. La blouse de Marie est verte. Mais sa robe de soir est rose. قبعة هذه السيدة رمادية اللون. لكن ربطة عنقه حمراء اللون. Le chapeau de ce monsieur est gris. Mais sa cravate est rouge. قبعة هذا السيد رمادية اللون لكن ربطة عنقه حمراء اللون. Le chapeau de ce monsieur est gris, mais sa cravate est rouge. أرتدي معطفي أثناء فصل الشتاء. Je dresse mon pardessus pendant l'hiver.
Arsadi Mehta fi adna afasli shita. Je dresse mon paradessus pendant l'hiver. Qufazu al-musafir ramadiyu al-lawn. Le gant des voyageurs est gris. Qufazu al-musafir ramadiyu al-lawn. Le gant des voyageurs est gris. عند أخي محرمتان واحدة بيضاء اللون والأخرى زرقاء محرمتان أقصد بها مشواغ Mon frère a deux mouchoirs l'un blanc et l'autre bleu عند أخي محرمتان واحدة بيضاء اللون والأخرى زرقاء Mon frère a deux mouchoirs l'un blanc et l'autre bleu